كابتن إمام، تحدثنا عن مواصفات الحارس الممتاز، خلينا نقول هوغو لوريس، شفناه في مباراة النهائي ما بينه وما بين مارتينيز حارس المكسيك، شفنا ياسين بونو، شفنا أيضا يعني كثير من الحراس العالميين. شو المواصفات اللي بتحكم أنه هذا الحارس؟ طبعا أهم شيء مثل ما حكيت الالتزام، الحضور للتدريب والحضور الذهني في خلال التدريبات، رأيك في هذا الموضوع؟ طيب الأول بس الشاعر ما تعرفش تمسكه. خل بالك. شكرا كاب اللي جيت ثاني ينصفني مرة أخرى. تعرفش تمسكه. يعني السؤال حضرتك سؤال ما ينفعش نتكلم في حلقة، ولكن بإيجاز حارس المرمى هو أخطر خط موجود في الملعب، لأنه خط أحادي، يعني الباك ممكن الباك يغطي بأي غلطة، مساك المساك التاني يغطي، الفرو تضيع مش مهم، أما حارس المرمى الغلطة بجون ما فيهاش تعويض. طيب حارس المرمى عشان يبقى حارس جيد لابد إنه هو يكون معاه حاجات كتير. لو هنقول الانتقاء، هنقول الانتقاء الجسماني. حاليا الكرة بتتغير كل شوية بسيطة، التكتيك بتاعها بيتغير، اسلوب اللعب بيتغير، طريقة الكورات الثابتة بتتغير، زي ما شفنا في خليجي 25 وشفنا في نهائي كاس العالم. كانت الكورات الثابتة بتاعت الكورنر كل اللعيبة جوه مع حارس المرمى، ما كانش كده الاول. كان الاول بيبقى طابور ورا بعضه، عدت من ده يطلع لده، عدت من ده تطلع لده، اما حاليا كله جوه الستة ياردة. طيب حارس المرمى لو ما هوش طويل مش هيشوف الكرة، مش هياخد قرار، مش هيتعامل. فيبقى نمرة واحد لابد ان انا عندي انتقاء لا يقل عن 188 او 190 سنتي. ده نمرة واحد، ده في الانتقاء. لابد ان يكون ذكي، عنده ذكاء ملعب. ثلاثة، لابد ان يكون بيعرف يخزن المعلومة ويعمل استرجاع ليها سريعا، انه هذا اللاعب بشوط في هاي الناحيه، او هذا اللاعب بمرر بطريقه معينه. لا ده توقع. ده توقع. احنا خلاص هي الكره خلاص خرجت من رجلك، ردت الفعل في اللي جاي. يعني عشان بقول لحضرتك الكلام في حراسه المرمى عايز حلقه كامله تتكلم هو ايه ويبقى مين عشان يبقى ايه. اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اسمه مشاهده وتفكير وتوقع واتخاذ قرار وسرعة تنفيذ القرار السليم في بعد الكرة ما بتتشط. طيب دول لازم يتمتع بيهم في اسمها رد الفعل. طيب رد الفعل عنده يبقى كويس، وهو شمل الخمس حاجات اللي احنا قلناهم. تمركز، بيكون عارف ازاي يقف، ويقف في انه اتجاه من اللعبة، وبيقف انه اتجاه من زمايله ومن الخصم ومن الكرة. تمركز مهم قوي. في أربعة في التمركز، في تمركز، في تحرك، في تحدث، في تعامل. لابد إن هو يكون بيعرف يعمل الأربعة. تمركز، يقف فين، تحرك، الفوت ورك بتاعه هيطلع إزاي، قدام على الجنب، يطلع بأنهي رجل. مهم جدا. شغل حراسة المرمى صعب جدا ومعقد، هياخد ثلاث خطوات، هياخد أربع خطوات، هياخد خطوتين بأنهي أدي. ده في التحرك. في التحدث ازاي هيتكلم مع زمايله اللي قدامه وباسلوب عامل ازاي. التعامل ازاي هيتعامل مع الكره ومع الخصم. احنا شفنا بعض حراس المرمى بيطلع يتعامل مع الكره بيعمل ضرب الجزاء. صحيح، طلع عشان يتعامل مع الكره اتعامل مع الخصم، ده الضرب. فهو ده التعامل، هطلع اتعامل مع الكره ومع الخصم ازاي، هطلع امسك الكره ولا هطلع اضرب الكره بالبوكس، هحطها في المسار ولا هقطع عليها. ده بالنسبه ل لابد ان يكون قائد. حارس المرمى هو اخر خط، فلابد ان هو يكون قائد، وقائد انا مقتنع بيه. الاربعه اللي قدامه، اثنين المساكين والاثنين اللي بره على الطرف، دول اهم خط بالنسبه له. يكونوا مقتنعين باللي هو بيقوله وينفذوا، وينفذوا بحب، وينفذوا وهم على اقناع تام ان الراجل ده بيقول صح.
في حراسه المرمى الكره لو جايه من ناحيه اليمين لابد الحارس يجيب الراجل الباك الناحيه الشمال يضم لجوه عشان يبقى يعمل ليبرو. فازاي انا هنده للراجل من ناحيه الشمال يعني من وانا هنا باصص على الكره هنا هنده عليه ازاي هو يجي لي؟ تفاصيل كتير كبيره يعني ما هنفرد حلقه كامله لانه بالظبط كده يعني طبعا. عايزين نقول فعلا عايزه حلقه كامله. احنا لسه ما كملناش كلام كتير ازاي يبدا الكره من تحت، امتى يبدا من تحت، امتى يحط واحده طويله. حارس المرمى رؤيه وشامله للملعب وخارج الملعب.